ان لو في اطفال ما يتفرجوش على الحلقه دي، لان انا نفسي مصدومه ان ده بيحصل في بلدنا عن ناس اصلا ما يستحقوش لقب بني ادمين. هنتعرف دلوقتي على التجربه الصعبه للبنتين. انا مش عارفه اقول ايه عن الكارثه اللي تعرضوا لها. هما هيقولوا بنفسهم. انا طبعا مش هوضح اساميكم ولا شكلكم لحساسيه الموقف، بس عايز اعرف ايه اللي خلاكم تخشوا عالم فتيات الليل. يعني اول خطوه جت ازاي؟ حضرتك انا من عيله كبيره وساكنين في منطقه راقيه جدا، مكنتش اتصور ان انا ممكن يحصل معايا كده. انا كنت بروح البيوتي سنتر زي اي زبون عادي. تعرفت على صاحبة المكان وبدات تقرب مني وما ترضاش تاخدني فلوس في الاول لحد ما بقينا صحاب. بنخرج ونسافر كده يعني. وبعدين اكتشفت انها مصورانا جوه المكان ومعاها سيديهات ممكن تفضحنا بيها في اي وقت لو ما سمعناش كلامها. حضرتك لو تفتكري من فتره الفنانه بيري سيف تصور لها فيديو في غرفه التجميل وبعد كده شهروا بيها شويه. اه طبعا عارفاها دي، كانت عامله ضجه كبيره. ده نفس البيوتي سنتر ومحدش عمل حاجه لصاحبته في وقتها. اللي هي تبقى مين بقى؟ اسمها ايه؟ واسم المكان ايه؟ وانا هبلغ دلوقتي على الهوا للمسؤولين. لا ما ينفعش نقول عنها اي حاجه. حضرتك البيوتي سنتر ده في المعادي واعلاناته في كل مكان مشهور يعني، وصاحبته مسموده. يا بنت الكلب يا بنت الكلب، مفيش حد فوقكم واللي عمل حاجه لازم يتحاسب عليها. كان لازم تمسك نفسك شويه. وامتى في الدنيا ان اشوف اخواتي مرتاحين ومبسوطين؟ حتى لو كانت راحت نصرة في انها تأذيك. ما تزعلش مني. بس انت عارف ان انا ساعات كتير بشوف نصرة شبهي. انا كمان ما كنتش اعرف ان ابويا تاجر مخدرات. ولما عرفت كرهت وكرهت نفسي، كرهت الدنيا كلها. نسيت كنت بحب ازاي واسامح، نسيت كنت بفرح ازاي مفرح اللي جنبي، نسيت كل حاجة حلوة. لو جاتك فرصة ترجعي زي زمان مش هترجعي؟ تفتكر ما حاولتش؟ حاولت كتير، لكن أنا مش شايفة نفسي غير في دنيتي الجديدة. كل مرة بحاول أرجع الموجة بتاعت زمان بلاقي الموجة هي اللي مستنياني فتح ايديها تاخدني في حضنها. مبسوطة وعشان ما تحلمش اكتر من اللازم
وتيجي بعد كده تتصدم قوي. نصرة ممكن تكون لقيت نفسها. نصرة عمرها ما تلاقي نفسها. ممكن يكون الزعل مخبر على عينيها. بس قريب قوي الغبرة دي هتتشمل على عينيها وهترجع تشوفنا تاني. الدرجة دي بتحبه؟ انت عايز تكذب على نفسك ونفسك الكذبة تتحقق. وهيحصل. احنا ممكن نصدق الكذبة لكن تتحقق مستحيل. انا عايزك تشيل نصرة من حساباتك. انتوا دلوقتي بقيتوا اعداء. لو فضلت شايفها بالمشاعر دي مش هتعرف تدافع عن نفسك، مش هتعرف تحمي روحك منها. انت قصدك ايه؟ قصدي ان الموضوع خرج بره اطار الاخوات ودخل في البيزنس، وانا مش هقدر اخسر الناس اللي فوق علشان انت مش قادر تقف قصاد اختك او صعبان عليك. وانا قلت لك قبل كده يا مومي، انا اللي متصدر في كل حاجه، انت مالكيش دعوه. ولو يحصل لك مشاكل مع الكبار استخبي ورايا وشاوري عليا وانا سداد. أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي، حتى لو كان غلط فيا وهان كرامتي، بس أنا عمري ما كلمته بالطريقة دي. أنا قلت في وقت صعب هتتغير. بس أنا حصل لي أكتر من كده وما اتحركتش. كان سيد أخويا هو اللي دايماً يجيب لي حل، حتى لو أنا ما كنتش عايزه، كان بيجبرني عشان محدش يقول عليا ضعيف. بس أنا أصلاً عمري ما كنت كده. أنت جواك تاخد غضب كبيرة يا أحمد، لازم تستهلها صح. اللي هو إيه بالظبط؟ في فرق كبير بين صح وغلط، فاكر يا أحمد؟ أنا متلخبط، وكمان عمري ما اتعودت أخطأ. عارف يا أحمد، لما واحد يربطوا إيديه ورجليه ويحطوه جوه الشوال رامل، عارف يحس بإيه؟ يحس إن روحه بتتسحب مني، وإنه مش قادر يعمل حاجة. تخيل لو في آخر لحظة، كله ده تتغير، حد مد إيده صاحبه من الرملة وخرجه. هيحس انه رجع من الموت تاني. هيحس انه اتولد من جديد. يعني ايه؟ يعني نتولد من جديد مع بعض احمد. ازاي يعني؟ مش معنى كل اللي خسلك بيقول ان ربنا عايز يرجعك تاني. محسوبك سيد بوخارست. اخر حبجة ضل. فاكرها ولا لا؟ وانت فاكر بقى ان شغل البلطجه ده والصياعه ده ممكن يخوفني؟ لا يا حبيبي، لا انت ولا اتخن منك ولا اتخن تخين في بلدك حتى. صح كده، يبقى زي ما سمعت عنك غشيم. طب كلمه بقى ونهيتها. القضيه اللي انت ناوي ترفعها على الحياه تفكك منها خالص. ما تتقلش دماغك، شايف منظرها عامل ازاي؟ لو زعل منك ممكن يفورك. يعني هتعملوا ايه يعني؟ هتخلصوا عليا يعني ولا ايه؟ سايبه؟ هي البلد دي ما فيهاش قانون؟ لا فيها قانون، والقانون هو اللي هيفورك. بول تخيل بقى لما الناس كلها تعرف مين الذكر اللي ركب على ليله المعارضه وفشخ ضبه على القنوات ليل نهار، وفلوس لا مؤاخذه جايه من عند الله. السلام عليكم ورحمه الله. ده غير بقى الكره السياحيه ومصنع الجبنة ومصنع اللانشون. ومش بعيد تكون بتمول الإرهاب وليك نصيب في كل فرقعة بتفرقع. تخيل بقى الداخلية لما يروح لها ملفات من لزلزة زي دي، إيه اللي هيحصل ساعتها؟ والفيسبوك بقى مش هيسيبوك، هيعملوا لك هاشتاب بقى باسمك معتز خط أحمر. الهاشتاب اللي هو مش اسمه هاشتاب أبوخة ولا إيه؟ وهيصدروا فلوسك لآخر مرة، وساعتها
هتلاقي نفسك على الحديد ومعكش اي حاجة. طب انا ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ صح كده، تسحب نفسك من قضية رحاب دي خالص، لان لو رحمت ابويا ساعة زمن وهتلاقي نفسك مرمي في حض الحكومة وهناك هيجيبوك اخر كرم. قلت ايه؟ حلاوة ودي ولا ندي؟